يونس يسجل أول أهداف المباراة للمنتخب العراقي الأولمبي. يونس محمود برأسية جميلة ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى، هذا يونس اللي نعرفه، هذا هو يونس، ويونس يسجل الهدف الأول لمنتخب العراقي الأولمبي، هدف أول أمام حسرة عشاق وأنصار المنتخب التايلندي. واحد منتخب العراق الأولمبي، لا شيء، المنتخب التايلندي برأسية جميلة، يعني سجل برأسية في شباك المنتخب السعودي، واليوم يسجل برأسية جميلة أيضا. لاحظ الرأسية الجميلة من نقطة البنالتي، ويحرز من خلال هدف التقدم الأول وهدف الشخصي بعد أن سجل في شباك النيبال.